أول شيء كنبغي نتمنى شفاء لجميع مرضى فيروس كورونا، وثانيا كنبغي نهنى جميع المغاربة بعيد الفطر. كنتمنى إن شاء الله يدخلوا لنا بصحيحة والسلامة والأمن إن شاء الله، وكنتمنى إن شاء الله يا ربي يدوز علينا هذا الوباء هذا إن شاء الله. كما كيعرف الكل مازال واحد المرحلة شي شوية، وكما كيعرف الكل أن الحكومة ديالنا زادت من ثلاثة الحجر، فكنتمنى من جميع الناس أنهم يلتزموا البعد ديالهم إن شاء الله حتى تدوز هذه المرحلة إن شاء الله ونتلاقاو جميعا. ومرة أخرى كنبغي نهنى جميع المغاربة بعيد الفطر، وشكرا لكم. عيد مبارك سعيد للشعب المغربي كافة، الله يدخلوا لكم بالصحة والراحة، والله يبعد عن هذا الوباء إن شاء الله. حر التهاني لجميع المغاربة بمناسبة عيد الفطر، وجميع الرياضيين والرياضيات لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. كنتمنى من العالي القدير أن يعيدوا علينا بالصحة والعافية. السلام عليكم، معكم خضرف عبد العظيم لاعب مغرب رياضي الفاسي. فتحية المغاربة كاملين، وتحية لموقع فانسكات. فبعد المناسبة هذه فكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد إن شاء الله، الله يدخل لكم بالصحة وجميع الأمنيات والمتمنيات ديالكم إن شاء الله بالنسبة لهذه السنة هذه، ويحقق لكم جميع المبتغيات ديالكم إن شاء الله. واخا كاين كيف كتشوفوا فاحنا في هذه الفترة ديال الحجر الصحي، التمديد ديال الفترة ديال الحجر الصحي، فكنبغي نوجد نداء للمغاربة أننا نلتزموا مازال في البيوت ديالنا باش نستطيعوا أننا إن شاء الله باش نخرجوا من هذه الفترة هذه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. بدوري كنهنئ جميع عشاق ومتتبعي الموقع الإلكتروني اليوم 24 بعيد الفطر، وشكرا للجميع. السلام عليكم، معكم شرف الدين دينار مؤطر بالديار الإسبانية. عيدكم مبارك سعيد، راجين من الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير وأن يزيل هذا البلاء. مبروك عيدكم. السلام عليكم، نور الدين هليل، كيتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يجعل كل ايامكم عيد في عيد. للمغاربه كاملين في كل بقاع العالم بصفه عامه، وطاقم الجريده وكل الصحفيين بصفه خاصه، شكرا لكم وعيد مبارك سعيد.